في مدينة بيت لحم الفلسطينية ولد المسيح قبل أكثر من 2000 عام، وفيها يحيي المؤمنون ذكرى ميلاده. أتباع الكنائس الأرثوذكسية التي تسير حسب التقويم الشرقي احتفلوا بالمناسبة في قداس بكنيسة المهد في المدينة وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كيريوس سيوفيلوس الثالث بطريرك روم الأرثوذكس، رأس الكنيسة التي يعتبرها الأرثوذكس أولى الكنائس في التاريخ. البطريرك بارك لعباس حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. ومن فلسطين إلى مصر، حيث ترأس بابا الأقباط توادروس الثاني أول قداس للميلاد منذ توليه منصبه. وبينما تلقى توادروس تهنئة الرئيس المصري بالعيد، عبر في حديث صحفي عن ألمه من بعض الفتاوى التي تحرم على المسلمين معايدة المسيحيين المصريين بهذه المناسبة. الاحتفالات عمت أيضا الكنائس الروسية والجورجية والأرمنية، وأقيمت قضاديس ورفعت الصلوات بمشاركة حشود من المؤمنين الذين اعتادوا أن يكون الميلاد كل عام محطة أمل متجدد ورجاء.